شوف شوف شوف، بنت الحرام ديال كورونا ولا داك خوها كوفيد مبرعين ليا في الشارع. تديروا البوفارات بوحدهم، شوف كي كيطلع على الديور والحوانت والمقازات. مشيا بالبوزات، اي 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 كي كتجرف خوها باينة الصخبيعية الحق، ما تنحرم على جوها غنعطيها مرزش. اسمع هذيك كورونا انتي وداك خوك كوفيد، هي معاك كنهضر على بالك شي واحد هنا في الزنقة من غيرك. مالي وهاك على مالي، يميل حالك ويقطع جدورك من الدنيا ان شاء الله على هاد الحالة اللي وصلتينا ليها. اسمعي نقول لك، راه ما عندك ما تصوري من عندنا، الحمد لله ملتزمين بالتعليمات ديالنا وما كاين لا خروج لا دخول. بيبانا واش راجلنا راهم سادين عليهم وما عندك منين تدخلي. اش كتقول هذاك المفعوص ديال كوفيد زعما الا خص شي واحد يتقضى سقفيه. اسمع وليدي، راه حنا عرفنا دوك الحيلات ديالك، ودابا اللي كيخرج الا وكيل الاحتياطات ديالو يتقضى ولا يقضي غرضه بالزربه ويرجع، ما يسلم على حد ويخلي المسافه بينه وبين الاخر، واهم حاجه ما يحاولش يقص شي حاجه اللي يمكن تأذي. سمعتي؟ ومنين كيرجع تلقانا موجدين ليه المعقم في الباب وكل شيء تيتغسل. نزيد كل بركه. اشوفي انتي ما تبقي جالسة هنايا حبيانة، راه انتي تعياي وحنا ما نعياوش، وحنا راه المغاربة وشرك على الله. كتسمعي؟ يلا غتغبري عليا كمارسك وغادي تدقي عليا انتي وداك البروج تخوك، وما عمري نعاود نلقاك هنا. كتسمعي؟